اهلا بحضراتكم من جديد. حوارنا الاول في بلاط صاحبه الجلاله، وقفه تحليليه مع الصحافه التحليليه. صاحبنا في هذه الوقفه التحليليه استاذ محمد حبوشه، مدير تحرير الاهرام. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. الله في الحقيقه بنحتفل طبعا بالامس، في كلها اعياد، النهارده طبعا يوم الشهيد، طبعا دي الورده او الرمز ده طبعا الوفاء وذكرى التخليد طبعا ليوم الشهيد، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. كمان بالامس كان الاحتفال بيوم المراه العالمي، وكان في احتفالات في كل مكان. الرئيس السيسي طبعا استقبل عدد من المجلس القومي للمراه. ففي الحقيقه كلها احتفالات في هذه الايام. فبنشوف الاهرام، المراه المصريه صمام امام للوطن، والرئيس المراه المصريه اثبتت جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف وفي كل الظروف. في الحقيقه استاذ محمد، يعني يوم واحد مش كفايه بالنسبه للمراه ان احنا نوفيها اجرها، يعني او هي في الحقيقه الام والاخت والزوجه وصمام امان، ودايما في المواقف بتكون ب 100 راجل زي ما بيقولوا. يعني انا هو مش يوم على فكره، يعني صحيح. يعني هو من المناسبه ان احنا دائما يوميا بنحتفل بالمراه، يعني ويعني الكلام اللي قاله امبارح الرئيس السيسي في بيعكس رؤيه مصريه مهمه جدا خلال الفتره الاخيره، انه احنا اصبح عندنا تمثيل اكبر للمراه في وظائف مختلفه. حتى التقرير اللي طلع من الامم المتحده بالامس بيتكلم عن 15 دوله تراجع فيها دور المراه في مجال القوى العامله بالتحديد، منهم 13 دوله عربيه. انا بعتقد بانه مصر خرجت من هذا التصنيف، لانه احنا لدينا تمثيل في قطاعات كثيره جدا في الدوله، وربما الرئيس لم يتحدث باستفاضة عن دور المرأة المصرية، لأنه هو دائما يتحدث عن المرأة المصرية بصفة مستمرة وبيقول دائما حتى في التوجه في الانتخابات في كتير جدا من الأمور الحياتية الموجودة يوميا دائما يشيد بدور المرأة في من خلال الأسرة المصرية. بيتكلم عن أمهات الشهداء بشكل كبير، وده تقريبا بيتم تكريمهم تقريبا كل شهر تقريبا في الحقيقه. انت عارف في كل المواقف يا استاذ محمد، يعني في كل احتفال دايما بنلاقي موجوده المراه المصريه، وخصوصا ام الشهيد. ولو ربطنا طبعا ما بين يوم الشهيد النهارده ويوم المراه المصريه، في الحقيقه مش هنفصلوا عن بعض، لان دايما الام هي اكثر، يعني بيسميها الام المكلومه، يعني لا هي يعني كمان يعني كمان المراه كمان المراه بتنال تكريم اكبر في هذا اليوم بالتحديد، لانه المراه المصريه استطعنا نتحمل. احنا لو استعرضنا في حرب الارهاب الاخيره دي نماذج من نسائيه مصريه، هنجد بانه عندها تتمتع بقوه شديده جدا في التعامل مع الازمات، في التعامل مع يعني حتى في الانباء اللي بتوصل انهم بيفقدوا ابنائهم في سيناء بالتحديد. هنجد نماذج كتير جدا بتتحدث عن انه يعني حتى يعني ربما يعني مثلا على سبيل المثال في يعني اخر شهيد كان وحيد امه وابوه، ويعني امه في ذلك الوقت طلعت وتحدثت بانها يعني بتتمنى انها تخلف واحد تاني علشان يعني يحمي مصر من يعني الاشياء كثيره جدا. محمد يعني بعتقد بانه دي نماذج يعني نماذج وربنا فعلا يصبرهم. انت عارف ما فيش اصعب من فراق الابن، لكن في الحقيقه دايما بيضربوا اروع النماذج في الموضوع بالظبط. وكمان في الحدوته دي، طالما انه اليوم فيه يوم تكريم للمراه ويوم للشهيد، انا لابد ان اذكر في انه امراه مصريه في مصر القديمه في عصر الفراعنه كان اسمها آية حتب. هذه المراه كانت ام رمسي ام احمس الذي هزم الهكسوس طبعا. وهذه الام فقدت زوجها الاول في حرب ام الهكسوس، وفقدت ابنها كان اسمه كاموس، ثم دفعت احمس الى انه يحارب الهكسوس. ودائما كان الملوك الفراعنه كان لابد ان يكونوا على راس الجيوش. هذه المراه هي التي صنعت العجله الحربيه، ومش احمس يعني مش ابنها هو اللي صنع العجله الحربيه، هي اللي صنعت العجله الحربيه ودخلتها. وهذه المراه بالمناسبه اكبر امراه في العالم تحمل نياشين عسكريه. ياه. يعني انا يعني اصرت ان انا
اذكر هذا النموذج لانه المراه المصريه من زمن بقى فقط ما بتكلمش دلوقتي يعني في العصر الحديث حديثة. ولكنها منذ القدم وهي تضحي من اجل بلدها. في الحقيقه كل التقدير طبعا للمراه المصريه وكل نساء العالم والله طبعًا. كل التقدير ليهم وكل طبعا التقدير لرجال القوات المسلحه اللي بيضحوا بكل غالي ونفيس لرفعه هذا الوطن والقضاء طبعا على الارهاب في كل المواقف. الحقيقه كمان في خلال المقابله اللي اجراها بالامس الرئيس السيسي مع مؤسسه اوكسفورد بزنس جروب اكد فيها ان مصر ماضيه وبقوه نحو تحقيق الاستثمار وقفزه اقتصاديه من خلال طبعا جذب رؤوس الاستثمار من كل مكان في العالم. ده تصريح برضو مهم جدا في هذه الفتره يعني. يعني هو برضو في اطار التصريحات المتكرره للرئيس السيسي وفي يعني في حديثه الدائم دائما يتحدث عنه ان مناخ الاستثمار في مصر هو مناخ مهيئ وبالفعل مناخ مهيئ. طبعا الدوله المصريه بتعمل على البنيه الاساسيه منذ فتره طويله منذ فتره توليه الحكم وهو يعمل في المشروعات الكبيره في الطرق في كتير جدا من الامور الخاصه بالطاقه توفير الطاقه وخلافه. كل هذه الاشياء هي نقاط جذب للاستثمارات الاجنبيه في مصر والاستثمارات العربيه والاستثمارات حتى الداخليه. وبعتقد بانه هناك اهتمام من جانب وزاره الاستثمار بانه سيتم اطلاق مشروعات في الصعيد تحديدا. هناك البنك الدولي دفع ب 500 مليون وفي حوافز كمان يا استاذ محمد حوافز استثماريه وحوافز اقتصاديه لكل من كتير يستثمر في الصعيد يعني. واهم شيء في الاستثمار في مصر انه البيئه التشريعيه الخاصه بالاستثمار في مصر تم يعني ضبطها بشكل كبير جدا. هناك قوانين بتحفز بالفعل على الاستثمار يعني خلاص بقى يعني مش بس الارض ولا المناخ ولا البيئه التي تسمح ولكن ايضا البيئه التشريعيه وايضا الطاقه وايضا الطرق والمواصلات وغيرها من هذه الامور التي تخدم الاستثمار في مصر. ان شاء الله كل الاستثمار وكل الخير لمصر ان شاء الله في الفتره اللي جايه. في الحقيقه طبعا موضوع الساعه اللي كان بيهمنا خلال الفتره اليومين او الثلاث ايام اللي فاتوا رغيف العيش والمشكلات اللي ثارت على اثرها او الفهم كمان المغلوط اللي وصل لبعض المواطنين وتم يعني انا شايف ان هي كان في تهيؤ كده للفرصه او يعني في استغلال من جانب بعض الجشعين يعني. لا هو مش بس استغلال من بعض الجشعين هو يعني اسمح لي اقول لك انه هناك خطا من وزير التموين يعني لانه طيب. لم يتم التقدير بشكل اساسي لرد الفعل في الاسواق. ده رقم واحد. رقم اثنين انك انت عندما تصدر قرارا بهذا المعنى لابد ان تتحدث مع حتى الجشعين. انا كمان انا يعني ما ينفعش انه وزير التموين يطلع يقول ان هناك مشاكل مع مفتش التموين او مع المخابز او مع غيرها. المفروض ان في يعني تنسيق بينه وبين طيب الداخليه. خلينا الخبر استاذ محمد طبعا من الاخبار هو انتظام صرف الخبز للمواطنين بالمحافظات وتموين 100,000 كارت ذكي وزياده حصص المخابز في 6 محافظات وان طبعا هيتم القضاء زي ما سمعنا مشكله الكارت الذهبي يعني تخفيض الحصه الخاصه به. وبالفعل المواطن المصري بالامس حصل نوع من الاستقرار في الشارع المصري فيما يتعلق برغيف العيش. يعني انت يعني ربما انت تقصد مساله انه 5 ارغفه ام 3 ارغفه. لا هو طبعا هو تم الاستغلال هو اقل مساس بالحصه الخاصه طبعا بالمواطن. ما فيش تصريحات من جانب وزاره التموين فيما يتعلق بحصه المواطن. انا في الحقيقه كنت بغطي المؤتمر الصحفي ولا صراحه انا سمعتها بنفسي وكنت بقولها في النشره. هو قال لا مساس على الاطلاق بحصه المواطن مزبوط. في رغيف العيش. لكن هو اتكلم في قصه استاذ محمد في قصه ان الفتره الانتقاليه ما بين فكره الكارت الذكي اللي معهوش وبطاقه ورقيه واللي معاه بدل تالف واللي معاه بدل فاقد فبالتالي هو ممكن يكون لا انت بتتكلم على حصه اصحاب المخازن اللي هي الكارت الذهبي. الكارت الذهبي انا فاهم الحكايه لكن هي يعني المفروض انه كان يحصل ايه يحصل انك انت تدي فتره او فتره مولة. انتقاليه فتره انتقاليه تبقى مثلا لمده شهر لكن انك انت تفاجئ حتى المخابز حتى لو كان هناك نوع من الفساد او كان هناك نوع من الاهدار للمال العام فيما يتعلق برغيف العيش المدعم كان المفروض يبقى فيه قرار مسبق ويتهيئ يعني يتهيئ المواطن لهذه المساله. لكن طبعا في نوع من الاستغلال مما لا شك فيه. هناك اصحاب مخابز عندهم نوع قدر من الجشع هم اللي تحكموا في فكره حصه المواطن وده في حد ذاته ده بيحتاج نوع من الردع فيما يتعلق بالمراقبه على الاسواق على المخابز. مفتش التموين المفروض يبقى في قدر من التفتيش عليهم ايضا عشان يلتزموا بحصه المواطن بشكل اساسي. كل هذه الامور المفروض يبقى فيها نوع من التنسيق بين وزاره التموين والداخليه. تمام.
نتمنى ان شاء الله حتى الموضوع ده ينتهي على خير يعني. لو انتهى ما يكونش له عواقب اكتر من كده. الاهرام مجلس الوزراء بيناقش الموقف التنفيذي للعاصمه الاداريه الجديده وتدشين مشروع تنميه الصعيد الاسبوع المقبل بتمويل من البنك الدولي. ده كان طبعا ملخص او كان فقره من الفقرات اللي كانت بنناقشها في مجلس الوزراء اللي هي طبعا موقف الوزارات من العاصمه الاداريه الجديده ومجلس النواب كمان اللي هو المشروع الحكومي او المكان الحكومي مزبوط. في العاصمه الاداريه الجديده. شايف حضرتك العوائد فعليا او دراسه الجدوى فعليا لاحتياجات الوزارات في المنطقه دي لازم نعمل فيها ايه استاذ محمد؟ لا انا بعتقد بانه المشروع متكامل وفي رؤيه واضحه وصريحه فيما يتعلق بنقل العاصمه الاداريه. هو كمان ده داخل في الاستثمار، كمان داخل في مشاريع الاستثمار اللي اتكلم عنها الرئيس. وربما كان هناك نوع من الجدل هو فيه يعني فيه تثبيت لفكره انه العاصمه الاداريه سيتم تنفيذها بشكل اساسي، لانه كان في لغط بين الحكومه المصريه وبين الجانب الصيني، وتم الاستقرار على انه الهيئه الهندسيه اللي هتدخل في هذا الامر هي اللي هتنفذ المشروع بكامله. انا بعتقد بانه تفريغ العاصمه من كتير جدا من المصالح الحكوميه وتسكين الموظفين في العاصمه الاداريه الجديده ده هيخف الضغط على القاهره بشكل اساسي، ربما يعمل لك نوع من الجذب السياحي بقى في هذه في هذا الموقف، بمعنى انه انت ما تخف على القاهره القديمه بالذات القاهره الفاطميه، هيبقى فيه متنافس بانك انت تعيد ترميم وتعيد اشياء كثيره جدا وتكون القاهره دي عاصمه تستعيد مجدها القديم في الثلاثينات وفي الاربعينات. ده حاجه ثانيه كمان انه انت كمان هتعمل ضغط فيما يتعلق بتوفير الطاقه اللي بتهدر في الشوارع وفي الزحمه وخلافه. ايضا كمان انت بتفتح مجالات الاستثمار، بيبقى بجانب لانه هذه المنطقه بالتحديد المنطقه اللي تقام عليها العاصمه الاداريه حواليها كثير جدا من الاراضي التي يمكن ان تستغل في انشاء مصانع، في تنميه زراعيه، في اشياء كثيره جدا على هامش المساله. طبعا هتبقى قريبه من قناه السويس، وبالتالي هيبقى فيه نوع من التغذيه بالمواد اللي هيتم تصديرها. ايضا هتربط مع افريقيا بشكل كبير جدا، فيه هناك ممر من بحيره فيكتوريا الى البحر المتوسط، ده هتساهم في هذه العاصمه باعتبار انها هترتبط بقناه السويس. يعني في كتير جدا من المشروعات او في كتير جدا من الامور الاقتصاديه اللي ربما تنقل مصر نقله نوعيه خلال الفتره القادمه من خلال هذه العاصمه الاداريه، اضافه الى المشروعات الاخرى القوميه الاخرى اللي بتتعلق بجذب الاستثمار وخلافه. طيب هنروح للمصر اليوم. وزير الزراعه: مصر لن تتطور وتتفوق زراعيا الا بالبحث العلمي، نستهدف انتاج 10 ملايين اطنان من القمح وزراعه مليون فدان نادره صفراء ونبحث تجريم البناء على الاراضي الزراعيه. في الحقيقه استاذ محمد نبتدي بالشق الثاني، فكره التجريم على الاراضي الزراعيه. للاسف ولو اتبنى عليها تعتبر ارض اتبورت خلاص، يعني احنا لا استفدنا منها لا في البناء ولا استفدنا منها في الزراعه، يعني في حالتين احنا خسرنا ناحيتين. هل كان اولى ان احنا نقنن اللي خلاص خلفه ولا احنا نديهم عبره وعظه ونهد لهم برضه وناخدهم ونجرم الموضوع بشكل قاسي فبالتالي يتم ردع من يسول له نفسه ذلك؟ يعني انا بعتقد بان الاثنين مرتبطين ببعض. بمعنى ايه؟ بمعنى انه التطوير الزراعي او الاخذ باسباب العلم في التنميه الزراعيه ده تحدي مهم جدا كبير جدا، لانك انت النهارده اذا لم تستطيع ان تنتج رغيف الخبز بتاعك، انت النهارده اللي بينتج في مصر تقريبا حوالي 4.5 ل 5 مليون طن، انت في حاجه الى 10 مليون طن. هو في خطوه ايجابيه النهارده انه تم تسعير القمح بانه يعني زود اسعار القمح في اسعار التوريد من الفلاحين، فانا بعتقد بان ده هيساهم الى حد كبير جدا في مساله تطوير الابحاث وخلافه. انت الزراعه بشكل عام هي جزء هو العمود الفقري في الحياه المصريه من قديم الازل وحتى هذه اللحظه. فبالتالي لو انت عملت نوع من التحفيز للفلاح المصري، انا بعتقد بانه ده هيقلل من الزحف على المساحه على الاراضي الزراعيه. احنا عندنا قوانين بتحكم هذه المساله، احنا عندنا مشروع بيتولاه المهندس ابراهيم محلب. بعتقد بانه تم استرداد كتير جدا من الاراضي. هنتكلم عن التعدي على الاراضي الدوليه. هو ده جزء من مهمه الدكتور المهندس ابراهيم محلب. انا بعتقد بانه يعني هو حقق انجازات كبيره جدا خلال الفتره الماضيه، خلال السنتين اللي فاتوا دول كان في استرداد كتير جدا،
مسألة التعدي على الأراضي الزراعية دي مسألة خطيرة جدا، المفروض يتم التركيز على الاستصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية زي مشروع المليون ونص فدان وخلافه من هذه المشاريع، بحيث أنك توسع الرقعة الزراعية. احنا أصلا عايشين على 7 أو 8% من مساحة مصر، المفروض أن يتم التوسعة في الصحراء في المشروعات الإسكان أو المشروعات العقارية والاستصلاح الأراضي وخلافه، وفي نفس الوقت كمان بتحافظ على المنطقة الدلتا أو المنطقة الزراعية أو الوادي القديم. الوادي القديم طبعا. الوادي القديم ده فيه أصلا يعوض يعني. لا كمان، بس كمان فيه نوعية كمان عشان نبقى يعني الناس تفهم أكتر. يعني في التربة نفسها بتسمح بزراعة محاصيل زي الرز وزي القمح وزي القطن، ربما في الصحراء لا يتم هذا الأمر. عليها طبعا. فبالتالي لابد أن تحافظ على هذه المساحة حتى يتم الإنتاج بشكل عام. طبعا هو بيقصد ان التطور العلمي معناه ايه؟ معناه انه النهارده ما كانش بيزرع مثلا على سبيل المثال محصول زي القمح، ما كانش بيزرع في الصحراء، اصبح الان يزرع في الصحراء. ده في اتجاه استاذ محمد ان احنا القمح يبقى مرتين في السنه. بالظبط، يعني في اتجاه موسمين، احنا نعمل موسمين في القمح، وده طبعا مظبوط، يعني ده هتبقى نقله نوعيه كبيره جدا ممكن توفر طبعا. مئات الالاف الاطنان، وبالتالي نحدث نكته اكتفاء ذاتي يعني. يا رب يا مسهل يا رب. طيب هنروح لأهرام مصر، بتشارك بقوة في قمة برلين الخاصة بالقمة من العالم السياحي طبعا، ولقاءات مكثفة بين الوفد المصري وكبار منظمي رحلات وشركات الطيران، في مشاركة ما بين وزير السياحة ووزير الطيران ومحافظ جنوب سيناء، بمشاركة طبعا سفيرنا دكتور بدر عبد العاطي في ألمانيا. يعني في الحقيقة ده مشاركة مهمة، 187 دولة مشاركة أستاذ محمد في المنتدى الخاص بالسياحة في برلين. يعني إن شاء الله نتوقع سوق إن شاء الله رائق شوية. والله أنا مش متفائل. ليه بس أستاذ محمد؟ ليه بس يعني كده؟ رغم إن أنا متفائل في كل اللي عدى، ليه بس كده؟ لكن أنا مش متفائل، لأنه إحنا في نفس التوقيت اللي حصل فيه هذا المنتدى أو هذا المؤتمر، كان هناك رفع لتأشيرة من جانب وزاره الخارجيه ووزاره الداخليه في مصر. مش دي اللي توقفهم استاذ محمد. لا ده مشكله كبيره جدا، لانه ده بيحط مشكله امام هذا التجمع الكبير، لانه شركات السياحه الى حد كبير جدا، مثلا التاشيرات موجوده في كتير من الدول اللي حوالينا، تاشيرات مجانيه. يعني مثلا تركيا وتونس وده، يعني برضه بتتكلم في 50 دولار، يعني مش رقم. لا بالنسبه للسائح يعني. لا انت النهارده انت عندك مثلا 70 دوله بتديها تركيا تأشيرة مجانا، أكتر حوالي 75 دولة بتديها تونس اللي جنبك بتعيش على السياحة لدول مجانا. أنت المفروض تتوسع في هذه المسألة. مش معقولة أن يكون عندك، يعني أنت مش هتستغل فكرة أن عندك تلت أثار العالم أو تلتين أثار العالم وعندك بيئة مختلفة، ما ينفعش تحط عراقيل، لأن دي أصلا دي شركات ومؤسسات دولية مهمتها أنها تريح السائح بتاعه. فالمفروض ده قرار المفروض يتم التراجع فيه. يعني تم التأجيل في الحقيقة، مش التراجع. المفروض تم التأجيل فيه. التأجيل يعني ربما يعني يعطي نوع من الأمل في إن احنا نحصل على عدد من الـ من الـ من السياح في هذا المنتدى بالتحديد، لأنه المفروض إن مصر يعني في الفترة القادمة المفروض يتم إعادة السياحة بشكل طبيعي، لأنها بتأثر على أشياء كثيرة جدا، على الاقتصاد القومي المصري. وطبعا احنا يعني بنأمل بانه يكون لدينا رواج، نوع من الرواج السياحي، لانه هذا القطاع بالتحديد يعني تأثر كتير جدا من بصراحه، يعني تأثر، ويعني الناس اللي موجوده في القطاع ده عانت معاناه اشد المعاناه. يعني طبعا كمان طبعا التبعات الخاصه بصناعه السياحه، مش بس اللي هم المرشدين او فئه المحتكين مباشره بالسياحه، لكن طبعا وراهم اسرهم، حرف طبعا حرف كمان. يعني انا كمان في يعني في هذا الصدد المفروض يتم تطوير السياحه بشكل عملي اكتر، بمعنى انه السائح عندما ياتي الى مطار القاهره لحد ما يرجع لمطار القاهره بيمر بكثير جدا من المشاكل، من اول سواء التاكسي والبازارات وغيرها من الخدمات اللي بتقدم في السياحه المفروض يتم تطويرها. احنا بصراحه يعني بقول لك بمنتهى الصراحه، احنا في حاجه شديده جدا الى اعاده تاهيل الشخصيه المصريه للتعامل مع السائح بشكل كبير جدا. وانا بعتقد بانه لو في مبادره يتم فيها جمع مجموعه من المفكرين والادباء والكتاب وغيرهم باطلاق مبادرات لعمل توعية في علشان ننشط السياحة في مصر، ده كمان جزء كبير جدا مهم، إلى جانب ما يتم الحصول عليه من مؤتمر برلين. طيب نروح للوطن، التعليم بتشترط حصول الجامعات الخاصة على الجودة لإنشاء فروع جديدة ليها، وعبد الغفار طبعا هو وزير
التعليم اللي بيقول الوزارة ستتيح خريطة جديدة لخدمات التعليم العلمي الموحد لأول مرة في مصر. في الحقيقة موضوع الجامعات الخاصة ده موضوع مؤرق بالنسبة لنا، يعني طبعًا. موضوع طبعًا. مهم وفي نفس الوقت مؤرق. يعني هو طبعا تحميل، احنا عندنا مشكلة التعليم عموما، خلينا نكون واقعيين وملتصقين مع نفسنا، احنا عندنا مشكلة في التعليم من الصغر لحد الكبر. يعني من وانت صغير اعتقد اكتر ميزانية الدخل الأسرة بتصرف على التعليم، باعتبار طبعا التعليم محتاجين فيه جودة، فبالتالي بنلجأ للمدارس الخاصة يعني ونستمر المدارس وبنستمر في الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة طبعا. اتفضل. هي في مشكلة، في مشكلة كبيرة جدا، انه الجامعات الخاصة في مصر في كتير جدا منها ما بتبقاش معتمدة رغم انها بتحمل صفة دولية. يعني في هناك جامعات كثيرة جدا من دول اوروبا او امريكا. انا بعتقد بانه فكره شهاده الجوده مهمه جدا، لانه لسبب انه الخريج المفروض اللي بيتخرج من الجامعات الخاصه يبقى على نفس القدر او المستوى اللي بيتخرج من الجامعات الحكوميه. تمام. علشان يبقى فيه نوع من الفرص العمل، حتى لانه دلوقتي في كتير جدا من القطاعات، حتى القطاع الخاص في مصر بيرفض انه الجامعات الخاصه لانه ما بقاش عنده نوع من الثقه في التعليم. رغم انك انت بتصرف مصاريف باهظه، يعني انت بتصرف كتير جدا في الجامعات اللي هي الجامعات الخاصه، بتصرف فيها اكتر من يعني الجامعات الحكوميه، جامعات تقريبا مجانيه. فرغم انك انت بتصرف مصاريف كتير جدا، في نفس الوقت كمان مستوى الخريج اللي بيخرج من الجامعات الخاصه ما بيبقاش على قدر المستوى، بيعمل لك مشكله في الداخل ويعمل لك مشكله في الخارج، وخاصه الكليات العمليه زي كليه الطب، زي الهندسه، اللي هي الكليات اللي بتحتك بالمجتمع بشكل كبير، دي لابد ان يكون فيها نوع من الرقابة أكتر، لابد أن يكون فيه نوع من الجودة أكتر في التعليم علشان تعترف بها المستشفيات، عشان تعترف بها القطاعات الصناعية وهكذا. في الحقيقة إن شاء الله نتمنى طبعا خريطة تعليمية أفضل لمصر في الفترة الجاية. في الحقيقة طبعا موضوعات كتير جدا ممكن نتكلم فيها، لكن يعني ليس في الإمكان إلا مكان، والوقت ده كلام مش هينتهي حضرتك يعني يعني يطول ويطول. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد، شرفتنا. أستاذ محمد حبوشة مدير تحرير الأهرام، شرفتنا أستاذ محمد. شكرا جزيلا ليك وصباح الخير عليك. شكرا جزيلا ليك، وشكرا للمرأة المصرية، وشكرا لأمهات الشهداء، وكل عام وانتم بخير. يا رب كل عام وهم بخير طبعا، مش يوم واحد يعني 100 سنه زي ما بيقولوا. يعني هنروح لاخبار الرياضه مع زميلتي حنان عاطف ونشوف ابرز المستجدات على الساحه الرياضيه واخبار الكره والملاعب. صباح الخير يا حنان، اتفضلي.